مرحبا بكم. بعد شوية نحكيو على آخر أخبار الأندية التونسية في الكؤوس الإفريقية، البداية بتعيين مباراة النادي الإفريقي والشباب الرياضي بالعمران، الحكم هيثم القصعي. الماتش هذا مبرمج نهار الأحد مع 4:30 في رادس. نحكيو على أخبار الأندية التونسية في الشامبيونز ليغ، الترجي يلعب نهار السبت مع 7 في رادس ضد ديكادا الصومالي، اللاعب كل الذي ذمة الإطار الفني بن محمد ينجم يكون مش موجود مع المجموعة في المباراة دي لنشكو مخالفة إصابة. وزيد نذكر لي رودريغيز وبوغرا يتدربوا على انفراد ومش جاهزين للمباراة هذه. أخبار الاتحاد الرياضي المنسيري، جينا مباشرة من الجزائر سامي الاسطنبولي وأكثر تفاصيل. سامي مرحبا بك. مرحبا بك فهمي، مرحبا بكيف المستمعين. إذا الاتحاد الرياضي المنسيري كما نعرفوا الناس كل في مواجهة غدوة إن شاء الله 8 متاع الليل ضد مولدية الجزائر. أمس كانت أول حصة تدريبية فهمي في استاد نيلسون مانديلا، خلينا نقوله في اللانكس استاد نيلسون مانديلا. الحقيقة فما إشكال صغير أنه الأرضية الميدان ما كانتش معناها ممتازة في الملعب هذا، إذن اليوم زادة ماهيش الأمور واضحة. يقولوا لي واحد من أعضاء الاتحاد المنسيري أنه يمكن إمكانية كبيرة أنه تتعاود سيونس دونترينمون اللي في نفس توقيت المقابلة متاع غدوة 8 يمكن تتعاود في نيلسون مانديلا وإلا في ملعب الشهيد علي عمار. نذكر أنه الملعب هذا أول مقابلة باش يقع تدشين من الملعب هذا بمناسبة مواجهة الاتحاد المنسيري والمولدية. فما اجتماع فني تقريبا بعد ساعة فهمي باش يتم ضبط عدد التذاكر لأحباء الاتحاد المنسيري. الأخبار توصلنا أنه أعداد كبيرة برشا من أحباء الاتحاد المنسيري اللي قاعدة تتحول إلى حد اللحظة هذه على الكيران على السيارات الخاصة. فما حتى شكون جاي سبيسيالمون من أوروبا معناها باش يواكب المقابله هذه، واللي نجم نقولوه انه حظ سعيد لممثل كرتنا التونسيه الاتحاد الرياضي المنسيري اللي مواجهه تنتظر معناها ضد المولديه غدوه ان شاء الله. فهمي يعطيك الصحه سامي مباشره من الجزائر. كما قلت الماتش غدوه 8 نتاع الليل. بكاس الكاف نادي صفاقس يواجه غدوه 6:30 ريكونزول بوراندي، ماتش اللي كانوا فيه بتقدم السي اس اس 1-0. الملعب التونسي أيضا متواجد من البارح في وهران وين ينزل ضيف على اتحاد العاصمة الجزائري، المباراة مبرمجة نهار الأحد مع 6:00. ونذكر زاد الملعب التونسي كان فاز 1-0. نحكيو على أخبار الأندية التونسية المرة هذيا في الميركاتو، مانو اليوم آخر نهار في الميركاتو في تونس. الأولمبي البيجي تم انتداب المهاجم فخري العوجي بعقد زوز مواسم. المدافع المحوري جاسر الخميري المالي نمان كايتا عقد لمدة زوز مواسم. في قوافل القفصة أيضا انتدابت بالجملة المهاجم البرازيلي سانتوس سوزا عقد بزوز مواسم. المهاجم ولاعب الرواق محمد أمين القايد 5 مواسم. متوسط ميدان الدفاعي الكاليت راوري زوز مواسم. وياسر طالب لاعب رواق بعقد مدته 3 مواسم. في فرنسا اليوم على 8 غربوان نيس فريق علي العابدي يواجه سانتيتيان. في ألمانيا 7:30 أوغسبورغ ماينز. في إيطاليا 5:30 كاليري إمبولي. 8 غربوان إلاز بيرانا تورينو. في إسبانيا مع 8 ديبورتيفو ألافيس تواجه إف سي سيفي. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت موزايك اف ام بوينت. نخليكم مع ليندا في فورا.